النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله وأوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، تقريبا الأسبوع الثاني من شهر آب، شهر أغسطس. لاحظنا طبعا خلال الأسبوع الأول من شهر 8 أن الطقس كان حارا في مناطق عدة من المملكة، ولكن هذا الأسبوع يتوقع أن تتراجع به درجات الحرارة بشكل لافت، على أن تبقى بعض الأيام تميل لدرجات الحرارة. نصعد معكم سوية توقعات الأحوال الجوية يوما بيوم لهذا الأسبوع، ونبدأ بتوقعات يوم الأحد، إذ يتوقع أن يطرأ انخفاض يوصف بينه ملموس على درجات الحرارة في أغلب المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، تنخفض به درجات الحرارة إلى حول أو حتى أقل بقليل من المعدلات. تنشط يوم أحد الرياح بشكل لافت في أغلب المناطق وتثير الأتربة والرمال، قد يكون بشكل كثيف في المناطق الصحراوية الشرقية. درجة الحرارة في العاصمة ما انطابت إلى 31 درجة مئوية في ساعات النهار، كما يتحسن الطقس أيضا في ساعات الليل وتصبح الصغرى 22 درجة مئوية. تكون في إربد من 32 إلى 24 درجة مئوية، 31 إلى 21 في جبال الشراء، 35 إلى 23 في البادية الجنوبية، وتكون من 38 إلى 23 درجة مئوية في البادية الشرقية. تبقى الأجواء حارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتبقى درجات حارة في مستويات بداية الأربعينات، فتصل مثلا في العقبة العظمى 41 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصغرى 30 درجة مئوية. يوم الاثنين لا تغيير يذكر على الحالة الجوية في أغلب مناطق المملكة، إذ يبقى الطقس صيفي عادي في أغلب المناطق، لا يكون حار في مناطق عدة، تذهب أو يذهب الشعور بالحر في ساعات النهار، تنشط سرعة الرياح، يكون الطقس رطبا في ساعات الليل، وتظهر بعض السحب والغيوم المنخفضة أحيانا فوق المرتفعات الجبلية، لكن الطقس يبقى حار في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، فترتفع العظمى في العقبة إلى 42 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصغرى إلى 30 درجة مئوية. تكون في العاصمة 31، في البادية الجنوبية 35، في البادية الشرقية 38، وفي إربد 33 والمناطق الشمالية، في حين تكون في جبال الشراء 29 درجة مئوية. ترتفع درجات الحرارة يوم الثلاثاء تصبح حول 33 درجة مئوية، مما يطفي نوعا من الأجواء الحارة في وقت محدود من ساعات الظهيرة والعصر في بعض المناطق المنخفضة، وتكون الأجواء بشكل عام في باقي المناطق صيفية عادية. تكون في إربد من 34 إلى 25، 30 إلى 21 في جبال الشراء، 37 إلى 24 درجة مئوية في البادية الجنوبية. تبقى الأجواء حارة جدا في العقبة والعظمى 42 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى ليلا 30 درجة مئوية. في البادية الشرقية تكون 40 إلى 26، والأجواء أيضا حارة بوجه عام. يوم الأربعاء تواصل درجات الحرارة الارتفاع في المناطق الجنوبية والشرقية مع أجواء حارة بوجه عام، بما يشمل ذلك أيضا مدينة العقبة، وتكون في العاصمة من 34 درجة مئوية، بالتالي الطقس يكون نوعا ما مائل للحرارة في وقت معين من ساعات الظهيرة وحتى ساعات العصر، الصغرى 22 درجة مئوية. تكون الأجواء صيفية عادية في جبال الشراء من 30 إلى 22 درجة مئوية، وتكون من 34 إلى 25 درجة مئوية في المدن الشمالية. بالنسبة لتوقعات الأحوال الجوية يوم الخميس، تراجع بسيط على درجات حرارة متوقع، الأجواء تكون صيفية عادية في مناطق عدة من المملكة، تكون حارة نسبيا في بعض المناطق المنخفضة والأودية في ساعات الظهيرة والعصر، تصل في العاصمة إلى 33 درجة مئوية في ساعات النهار، 35 درجة مئوية في المناطق الشمالية، 30 درجة مئوية في جبال الشراء، 36 درجة مئوية في البادية الجنوبية، وتكون 40 درجة مئوية في البادية الشرقية، في حين تصل في العقبة وبعض مناطق الأغوار إلى 43 درجة مئوية في ساعات النهار، والأجواء تكون هناك شديدة الحرارة. نختم توقعات هذا الأسبوع بالأحوال الجوية المتوقعة يوم الجمعة، إذ من المتوقع أن لا يحدث أي تغييرات هامة على الحالة الجوية. يبقى الطقس صيفيا عاديا في مناطق عدة مائل للحرارة في المناطق المنخفضة في ساعات الظهيرة والعصر، بينما يبقى الطقس شديد الحرارة في مناطق مثل الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة وأجزاء من مناطق البادية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع، الذي يتوقع أن يكون أسبوعا أفضل من ناحية درجات الحرارة من الأسبوع الأول في شهر 8، ودرجات الحرارة إجمالا تكون حول معدلاتها أو ترتفع بقليل، لكن الطقس يبقى حار إلى شديد الحرارة في مناطق البادية وتحديدا مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.
النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية والسعود.